بتاعك كان عامل ايه بقى؟ كويس، كان في المتوسط يعني الحمد لله. تمام. الاسئله بقى كانوا كم سؤال كده النهارده، والوقت معاك كان عامل وقت معاك قد ايه؟ لا الوقت كان كويس، كان حلو مكفي يعني. اللي كان في اي اسئله صعبه او تركات او حاجات في الامتحان يعني نفسه؟ لا حاجات عاديه يعني متوسطه، مش يعني مفيش اسئله خارج المطار. مفيش اسئله من خارج يعني. يعني خلصت الامتحان في قد ايه؟ ساعة ساعة وربع. ما شاء الله ساعة وربع الحمد لله. الوقت الحمد لله كان تمام يعني. لا الحمد لله، لا الحمد لله. كان سهل الحمد لله. تمام. يعني الأسئلة كانت عاملة إيه في الأسئلة؟ كانت في مستوى المتوسط وأقل كمان. تمام. والوقت كفى وزيادة كمان. الوقت كفى كمان. خلصت نص الوقت الحمد لله. والأسئلة تمام. الأسئلة تمام الحمد لله يعني. الوقت مزيد جدا. مستوى الامتحان عن السنوات اللي فاتت يعني كان عامل ايه؟ لا ده اسهل. ده اسهل كمان. كان في تكات الامتحان؟ تكات اللي هو في المستوى الطبيعي يعني 4-5 أسئلة. قولي له مع الكيمياء والفيزياء والبلاوي. سؤال من الامتحان. حوالي 7-8 أسئلة. يعني مش حاجة يعني. مش من 50 سؤال يعني. من 50 سؤال. الوقت معاكوا؟ الوقت مكفي. لا الوقت مكفي. مكفي حلو الحمد لله يعني. سؤال يعني اسئله كده غريبه. طب الامتحان في مجمله في مستوى الطالب ايه يعني؟ متوسط فوق متوسط؟ متوسط. انت بقى حليتي الاسئله بقى في قد ايه؟ في وقت قد ايه؟ حليت ساعه ونص وبعد كده مراجعه. ساعه ونص وبعد مراجعه ان شاء الله يعني. بالتوفيق. فرحانه بقى يعني، شايفكم فرحانين يعني. كنت بسالكوا عايزين تفكروا شويه، بس اللي هو فكرنا الوقت بقى معاكم. خلصت من اول ساعه. من اول ساعه بسم الله ما شاء الله. الامتحان كان حلو يعني في مجمله. يعني في متناول الطالب المتوسط ولا اقل كمان؟ ال 50 سؤال يعني خد وقت معاك قد ايه؟ انت قلت اقل يعني في ساعه. خلصت المفروض ساعة ونص. انا الامتحان النص الاول خلصت في اول نص ساعه. نص الامتحان الاول؟ خلصت في اول نص ساعه. الاول كان حلو. هو علمت ماده كانت تقيل شويه، بس اسئله كتير، بس المهم حل في الاخر. طب تتمني بقى الامتحانات اللي ماده ايه؟ علم نفس. كان الامتحان كان في مجمله الحمد لله. كان عامل ايه بقى النهارده؟ كان كويس الحمد لله، مش زي الجغرافيا والتاريخ. مش زي الجغرافيا والتاريخ. 50 سؤال وبسيط يعني، كام نقطه بس اللي شادين شويه. لكن الوقت الثلاث ساعات لا كان مكفي قوي كمان ان انا خلصت يعني الحمد لله كان تمام يعني.